صناعة النجوم أحد أهم عوامل نجاح المجتمعات الحديثة، وهي واحدة من الأمور التي تشغل الكثيرين ممن يطمحون في الوصول إلى درجات المجد، وفي الوقت الذي لا تحتاج فيه النجومية إلا لبعض المقومات الأساسية، إلا أننا نجد ضعف في النجوم والأكاديميات المسؤولة عن صناعتهم، حيث اتضح بروز ضعف في صناعة النجوم بالوسط الفني. ومن أهم هذه الأسباب عدم وجود فكرة تنجيم الشباب لدى المخرجين والمنتجين، وذلك بسبب عدم وجود خطة واضحة لتنجيم الشباب ووضع استراتيجيات لصناعة نجوم من الشباب المتواجدين على الساحة في العالم العربي. وقد سلط الضوء على قلة وغياب أكاديميات صناعة النجوم بالمناطق العربية، وزيادة على ذلك ضعف المناهج التدريبية المتوفرة التي تعمل بالطريقة القائمة في المناطق الغربية. وبعد كل هذا، أين الخلل وما هي الحلول المقدمة؟